دجلة وحليب مع الدكتور لذيذ منصر. مرحبا بكم أحبابنا المستمعين، أسعد الله صباحكم وبارك في الخير أعمالكم. يا محمد اقرأ القرآن وكأنه نزل عليك. محمد هنا ليس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد هنا هو محمد إقبال رحمه الله، الذي ذكرنا لكم من أقواله في مناسبات سابقة وعلقنا على هذه الأقوال بكل سرور، هذه الأقوال المتينة والحكيمة والجميلة. أيضا محمد إقبال الشاعر والفيلسوف المسلم، فيلسوف الكبير الذي طور بما ألف وترك من مكتبة، طور برنامجا كاملا في الإصلاح الديني وفي تجديد الفكر الديني. ولما نتأمل هذه الشخصية النابغة فيمكن القول أن محمد إقبال استمع جيدا إلى والده، استمع جيدا وبانتباه وبإخلاص، استمع لهذا الوالد وهو يوجهه ويقول يا محمد اقرأ القرآن وكأنه نزل عليك. نعم الأب ونعم الابن، وهنيئا للإسلام بصلحائه الباعثين في الأمة كل أمل. مناط القول هنا في العلاقة بالقراءة وقراءة القرآن تحديدا. من المهم جدا أن نقرأ القرآن، ولكن العبرة ليست بالقراءة، المهم أيضا أن نسأل عن كيفية القراءة. والأب هنا ينصح الابن بأن يقرأ القرآن وكأنه نزل عليه، وهذا فيما يبدو من أخذ القرآن بقوة. نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله، ولم ينزل على محمد إقبال، ولكن الفرصة تبقى سانحة ومتاحة دائما لإقبال ولغير إقبال أن يقرأ القرآن وكأنه ينزل أو ينزل عليه. كيف يكون هذا؟ يكون هذا بقوة الوجدان، قوة التعلق، قوة الشعور، باستجماع الهمة وبشحذ كل العزيمة، ورب همة خلعت بها الجبال، ورب عزيمة طويت بها الأراضي. أمام كل إنسان، كل مسلم، كل مؤمن فرصة أن يصير، أن يصبح رساليا، يستعيد التجربة المحمدية في أهم عناصرها وفي أهم تجلياتها، إن هو طبعا قرأ القرآن كأنه ينزل عليه. والمتأمل في حياة محمد إقبال يدرك أن الرجل كان إلى حد بعيد محمديا وكان رساليا، ونجح أيضا وإلى حد بعيد في قراءة القرآن وكأنه نزل عليه. المشكلة بالتالي ليست في القرآن الكريم، ولكنها في الذات الفاهمة للقرآن، المتفاعلة مع القرآن والعاملة بهدي القرآن وعلى هدي القرآن. من دون هذا الإنسان، من دون هذه النوعية من البشر، من دون هذه الذات، من دون الإنسان القرآني، من دون الإنسان الرسالي، يبقى القرآن كنز بعيد عن كل عين، يبقى القرآن كنزا مخفيا. المجلي للكنز والمظهر لهذا الكنز هو إنسان بمواصفات معينة، بشروط معينة. يبدأ فعل القرآن الأصيل في الحياة وفي التاريخ عندما تحضر هذه الذات، عندما تحضر هذه النوعية الخاصة والمخصوصة، تحضر إلى الأرض، تحضر إلى الناس، تحضر إلى العالم. وإلا فإن القرآن يبقى على رفوف المكتبات، أو يبقى وسيلتنا للتقرب وللتبرك، وهو على فكرة لم ينزل لذلك، وإنما نزل للفعل في الإنسان وللفعل بالإنسان ومن خلاله في الحياة وفي الزمن وفي التاريخ. معضلتنا التاريخية والثقافية نحن معشر المسلمين، وعلة ما نحن فيه من عسر وتقهقر وانحدار هو فقرنا المرير إلى هذه الذات وندرة هذه النوعية من المؤمنين ومن المسلمين. ليس الحل في انتظار أن يأتي هذا الإنسان، ليس الحل في الترقب، ترقب أن تسرق شمس كهذا، الحل في صناعة وإبداع هذا الإنسان. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بمراجعة الكثير من مفاهيمنا، وبتغيير شؤون التربية والتعليم والتوجيه.
آن الأوان لنبدأ جميعا ولنفكر جميعا في هذا السؤال: كيف نقرأ القرآن وكأنه نزل علينا؟ دمتم رحماء ودمتم مرحومين. دقلة وحليب مع الدكتور لهذه المنصر.